معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، مرحبا بك. إذا النائب رعد الدهلكي ذكر أن كميات كبيرة من مخصصات النازحين الغذائية قد أتلفت، برأيك لماذا تتلف هذه الأغذية ولا توزع على النازحين؟ بالبداية تحياتي للجميع. حقيقة بالأمر الواقع النائب ما تحدث عن النائب عن الموضوع إتلاف المواد الغذائية الموجودة في المخازن العراقية اللي هي تابعة للاجئين أو المنكوبين من الأزمة الذي حصلت في نينوى. هذه عملية مبرمجة، لا يمكن أن نقول عنها أنه سهوا أو عبطيا. هم أتوا إلى هذه المجاميع لتدمير هذه المجاميع، لتدمير هؤلاء الناس البشر الموجودين في المخيمات. المخيمات ينقصهم الدواء وينقصهم كل شيء والمواد الغذائية التي تتلف، وهذه أموال العراق ليست أموال النائب وليست أموال أي واحد من المسؤولين العراقيين، وإنما أموال الشعب العراقي. تلف هذه المواد هي ضرر للشعب العراقي عموما وضرر الناس النازحين الذين لن يستفادون من هذه المواد الغذائية، فقط نقلها وتلفها. حقيقة هل نعتبر هذه العملية هي عملية سهوا، عملية نسيان؟ أنا أقول لا، لأنه هناك مؤسسات ومتابعة وتعرف متى تنتهي صلاحية هذه المادة ومتى توزع هذه المادة، ولهذا لم توزع هذه المواد بأمر من الساسة الموجودين في العراق. نعم. بأمر من عندهم لم توزع، العصائب تسيطر، الميليشيات تسيطر، وهذه المجاميع حقيقة المجاميع إرهابية لا يهمهم الناس النازحين والمنكوبين في هذه المناطق. يعني عندما تصرح وزارة الهجرة أن هناك مواد فاسدة ضمن السلة الغذائية المخصصة للنازحين، فمن المسؤول إذن عن توزيع هذه السلات؟ المسؤول طبعا هو القائمين على المشروع، بس هو المشكلة لا توجد رقابة، لا توجد دولة تأمر هؤلاء الناس بتوزيع هذه المواد الغذائية. يعني هذه يعني أنا ما أعرف ماذا تعمل الحكومة، ليش فقط تعمل لقمع الناس والاعتقالات العشوائية اللي موجودة؟ يعني فقط لقمع الناس هي موجودة؟ ما تيجي تراقب الناس؟ كيف تريد استقرار الأمن في البلاد وهم حتى المواد الغذائية الموجودة في المخازن العراقية لا توزع بالصيغة المطلوبة؟ يعني هذه عملية يعني بالتأكيد الحكومة العراقية هي مسؤولة، أساس العراقيين هم مسؤولين، الوزارات الموجودة المختصة والمعنية هي المسؤولة، في الأدوية نفس الشكل، وبكثير حالات موجودة من هذه الأمور بسبب النسي يعني هذا الموضوع. يعني أنا أستغرب من الحكومة كيف يسمع هذا الوزير، يسمع هذا الخبر وهو قاعد ويقول أنا نائب ويقول أنا وزير ويقول يدعي بما يدعيه وهو لا يفهم ما يحدث باللاجئين الموجودين النازحين. يعني حقيقة النازحين هم ما جوا طوعا وإنما لخراب مدنهم، إجوا لهذه المناطق، لا مدارس عندهم، لا دواء عندهم، لا مواد غذائية عندهم. نعم. المأساة موجودة في حالة المطر والفيضانات، وإحنا قاعد نشوف الناس قاعد يصورون ويبعثون هذا. نعم. يعني حقيقة أن الحكومة ركنت جزء تتعرف كم موجودين في المخيمات أخي؟ نعم. تقريبا 3 ملايين عراقي موجودين داخل العراق في المخيمات. يعني 3 ملايين دول منكوبين في العراق. نعم. هناك اتهامات أيضا، تبادل اتهامات، يعني مثلا النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبور اتهم مجلس المحافظة في نينوى بالإهمال، وذكر أن 50 مليار دينار من أموال النازحين صرفت على مخيمات وهمية. نحن نتحدث عن فساد في ملف ما يسمى بإعادة الإعمار لهذه المدن والأموال التي تصرف، كيف تعلق على ما يحدث من فساد؟ حقيقة النائب يعني عنده صحوة الضمير وتكلم بما رآه لأن هو موجود في داخلهم، لكن هذا المجلس، مجلس المحافظة، مجلس محافظة نينوى، حقيقة مو فقط مجلس، كل المحافظات الموجودة في العراق
أخي لو تراجع كل المحافظات هو نفس المشاكل الموجودة للسهو للتقصد بالعمد، أنه تلف أموال الدولة بهذه المواضيع، أنهم يحدثون شيء هو غير موجود ويصرفون عليه الملايين من الدنانير والملايين من الدولارات وهو المشروع غير موجود. في أمانة العاصمة في بغداد أنا أعرف حق المعرفة ماذا يحدث بأمانة العاصمة، خير دليل لأن أنا عايش في النمسا وأعرف هنا يجون العراقيين المهندسين والخبراء العراقيين ويعملون عقود مع مؤسسات وهمية هنا موجودة بالنمسا، وفي العراق لا توصل أي حاجة، لا مولدات كهرباء ولا أي شيء، وإنما هذه الاتفاقيات بين هذه الشركات الوهمية ويتقاسمون المبالغ فيما بينهم. هذه حقائق، سرقة أموال العراق موجودة على قدم وساق من كل الجهات السياسية الموجودة ومن كل الأحزاب الحاكمة بشيعتها بسنتها بكردها. أخي لا توجد مجموعة سياسية بريئة من العمليات السرقة الموجودة في العراق. شكرا جزيلا لك من فيينا، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري.